هذه قصة طول أعماركم. رجل كان يعمل في المرور ضابط، يقول في يوم من الأيام يقول جانا بلاغ أن المكان الفلاني في تقريبا منطقتنا اللي احنا تابع لعملنا، يقول في حادث شنيع. يقول فعلا والله توجهنا احنا والفرقة للحادث، يقول فعلا وصل معنا الدفاع المدني والإسعاف، حنا بنباشر عملنا الآن. يقول وصلنا لأن الإسعاف منزلين أو الدفاع المدني قاصين الحديد ومنزلين الرجال ومغطينه. أي والله الله المستعان، جثة. يقول فيه وليدين وامهم، الأم مرتاعه حتى صياح ما تصيح، يعني في حالة ذهول. يعني ترى الله يكفي شر ميلات الدهر، ترى لحظة واحدة يعني يمكنهم كانوا يضحكون، بعد ثواني ميت. لا شك. فهي مهم استوعب الموضوع يعني. فمذهولة وجالسة على الرصيف ومذهولة، والأطفال يصيحون وفيهم إصابات بسيطة الأم والأطفال، لكن الرجال توفي. يقول المشكلة، يقول أنا سعيد كل السعادة مع زوجتي أنت الضابط هذا، إلا أن الله ما قدر لي ذرية سبحانه وبحمده قدر. يقول والله ما أرى في الدنيا إلا هي، ولا ترى في الدنيا إلا أنا، ولا عندنا مشكلة، متفاهمين وما شاء الله، إلا هالذرية هي المشكلة. يقول حنا على ما ذكر الشيخ، يقول حنا مؤمنين بقضاء الله وقدره، خلاص زي ما تقول متكيفين مع الوضع والشكوى لله، خلاص رضينا. يقول لكن بلانا هاللي حولنا، أن راحت لها لا وخوات أنتي ورا ما جت، هو منس ولا من، إنا لله وإنا، ورحت لها لي، ونجا عيد ونجا مناسبة، أنت ما جاك عيال أنت. يقول ولاها موس يرقى وينزل، يجرحني ويجرحها. يقول الله حاله، ومرت أن تصبرني ومرت أن أصبرها أنا. يقول المهم أنه صار الحادث هذا. فيقول أنا شفت الأطفال ولا ما شفتهم؟ يقول للات، يقول يناظرون أبوهم، يبوا يروحوا لأبوهم والعسكر يردونهم، الإسعاف والمرور ما يبونهم يشوفون أبوهم. يقول وأنا هو عسكري، هو في المرور وعسكري لكنه بشر إنسان وله قلب يرحم. يقول ما أدري، الله أنزل رحمة في قلبي لهالأطفال. يقول وأنا أنفجر أصيح بدلتي ونجومي، يقول أنفجر أصيح كل ما شفتهم ما قدرت. يقول لحد أن الأفراد مسكوني، قالوا يا فلان أنت ضابط وفي الميدان وهذا وقت عمل، كلام مو وقت صياح. قال لا تلوموني، أنا ما عاد أقدر، أنا ما أقدر، غلب على أمره، غلب على أمره. يقول فعلا شيء فوق استطاعتي. يقول فقالوا خلاص مسموح، رح بس رح لا تقعد في الموقع. يقول فعلا والله رجعت لبيتي وأنا متأثر، ولا زلت والله أني أبكي من هول الموقف، يعني أتذكر الأطفال والحرمة ووضعهم. قالت امرتي وش فيك؟ قلت والله هذا اللي حصل وهذا اللي صح حصل، وأنا والله ضاق صدري ورحمت هالأطفال المساكين. عادهم من أخواننا من أهل مصر، الحادث هذا صار على العائلة المصرية. يقول المهم بكرة داومت وسألت على طول وش صار على الحادث اللي أمس. قالوا بدل الرجال راح كلهم للمستشفى اللي في الملاحظة واللي في الثلاجة، الرجال الله يرحمه، وش اسمها وش كذا كذا. يقول وأنا أستأذن زملائي، يقول واطلع واروح لزوجتي، قلت فلانة تكفين مشينا. قال وين نروح؟ قالت بنروح نزور أختنا المصرية هذه، هذه مسكينة الحين زوجها توفى وهي جاية معه، هو اللي يعمل هي ما تعمل، قالت إن شاء الله. يقول رحنا. يقول دخلت زوجتي وسلمت عليها ومدتها بالسلامة وعزتها في زوجها، هي شايفة زوجها عارفة أنها توفى، ووعظتها وصبرتها وقالت أبد لا يضيق صدرك، وحنا أخوانك وأنت في ديرتك الثانية، وش قاصرت وش تبين، وترى أنا زوجة الرجال اللي في المرور اللي أمس الضابط، وحنا جينا بصفة ودية نسلم عليك يعني نقوم بالواجب. قالت أبدا مش عاوزة حاجة، شكرا لكم. قالت لا لازم أنت في حاجة. قالت أنا والله نفسي بس خلاص، يعني أنا جاية مرافقة مع زوجي على يعني أنا وعيالي، الحين مالنا زوج اللي كان يعمل، الحين نبغى نرجع لمصر، بس يعني حاول تساعدوني جزاكم الله خير في اللي تقدرون عليه. يقول الضابط قدر الله أني أموري المادية ذيك الأيام مهب بالحيل. يقول أنا استعين بالله. طبعا هي أخذت لها تقريبا يومين في المستشفى هي وعيالها وطلعوا. يقول وخذت عنوانها زوجتي، يقول رحنا لها في البيت. يقول أنا أجيب لها تذاكر لها ولعيالها وأعطيها 5000 ريال
فزع وشرى لهم بعض أشياء ألعاب للأطفال وجبرة خاطر ويعني ها يقول وأعطيه إياه. ليه ذا كله؟ ليش تتكلفون على تغلبتوا أنفسكم؟ أنا بس أبي يعني شيء بسيط تذكر. قال أبدا، هذا حاجة بسيطة وأنت إن شاء الله، وهذا رقامنا إذا احتجتي شيء، لو أنت في مصر حنا أخوان. تشكرت ودعت لهم، قالت أنتم وش اللي شيء اللي تتمنونه يعني، وش اللي ما حصل لكم في الحياة، شيء ناقصكم؟ قال والله الحمد لله كل شيء زين، بس الله ما يعني ما قدر لنا ذري. إيه سألتهم قالت ورا ما معكم وين عيالكم؟ قالت ما عندنا عيال، الله ما كتب لنا ذري والحمد لله. قالت طيب خير إن شاء الله. وصلت مصر، صارت تواصل معهم بالتلفون، قالت للرجال شوف رح للعطار وخذ العشبة الفلانية والعشبة الفلانية والعشبة الفلانية، أشياء بسيطة، بس ما تقول بابونج وما بونج، أشياء يعني لا تضر، انفعت ولا ما ضرت، وحطها في كاس وكذا واشربها كل يوم الصباح، واسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة. قال طيب والله سوى أصواته وصار يشربها هالأعشاب. بعد حوالي 4 شهور 5 شهور حست المرأة يوم وداها المستشفى لها سبحان الله العظيم تبينها حامل. والله على كل شيء قدير، مع أنها على ما ذكرت أنت الدكاترة كان يقول مستحيل هالمرأة تحمل من هذا الرجل مرة أنت. فاتصلوا وبشروها، قالوا بشرت بالله الحمد أن زوجتي حملت. قالت إن شاء الله بأمر الله ما راح يكون الأول، ما راح يكون الأخير، الأول وليس الأخير. والله فعلا، ويجيهم الولد الأول والولد الثاني ويبشرونها بالولد الثاني. فسألها قال بس هالعشبة هذه يعني هل هي معروفة عندكم في مصر على أساس ننصح فيها الناس؟ قالت والله العشبة ما لها دخل في الحمل. يا سلام، نفسيا نهائيا ولا هي بوصفة أساسا. كل ما في الأمر أنه أنا كنت أتحرى مواطن الإجابة، ما بين الدعاء الأذان والإقامة وأوقات السحر والسجود في كل وقت، يعني إيه آخر ساعة من ساعة الجمعة كل وقت، يعني هو موطن إجابة دعاء، تقول أنا أسخر وأكرس دعائي لك ولزوجتك أن الله يرزقكم الذرية الصالحة على ما صنعت بي، وجعلت هذا الشيء مجرد هو سبب شيء نفسي وله ما له دخل أبدا. يا سلام، فالحمد لله اللي رزقكم إن شاء الله الذرية الصالحة، وسأل الله يجعلهم بارين بكم وسلامتكم. فهذا من قدرة الله سبحانه وبحمده وصناعة المعروف. صدقني لو استمريت على قضية أن العشبة، أني بقول لكم العشبة ما لها دخل، هي فعلا ما كان في بالي، والله بقول ما لها دخل. صحيح، وأيضا قضية دعائها أيضا ليس هو الأساس، الصدقة. صدقة اللي تصدق بها على المرأة وفزعته معها، الاستغفار والصدقة وتفريج الكربات طبعا من الصدقة، والدعاء باليقين بالإجابة. هذه أنا شفتها يعني في قصص كثيرة جدا، تفريج الكربات بما فيها الذرية سبحان الله العظيم. فهي ننصح بها والله المتابعين.